السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله النهاردة هنبتدي الترم الثاني حساب مثلثات. أول درس في حساب مثلثات كان بيتكلم عن المتطابقات المثلثية، يعني قوانين هو هيديها لك تحفظها، وهيديك أسئلة تصف السؤال ده في الآخر هتلاقي قانون تشيله وتحط قيمته. ده هدف الدرس باختصار. قبل ما نشتغل في الدرس وأقول لك إيه القوانين، تعال نفتكر أو نشوف المعلومات اللي محتاجينها من الترم الأول. حضرتك محتاج الزوايا المنتسبة. الزوايا المنتسبة دي يا باشمهندس اللي كان بيجي لك جا 90 زائد سيتا أو جا 90 ناقص سيتا أو جا 180 زائد سيتا وهكذا. وكنا بنقول إن في 180 و 360، دول لو لقيتهم بنحدد الإشارة فقط، تحديد الإشارة. إنما لو لقينا 90 أو 270، دول لا يا أستاذ، دول أول حاجة بعملها بحدد الإشارة، بعد كده بنغير الاسم. يعني إيه الفرق ما بين جا 180 ناقص سيتا وجا 90 ناقص سيتا؟ اولا يا استاذ الزاوية دي معناها الربع، ده الربع الكام؟ 180 ناقص زاوية ده ربع تاني، ربع تاني، يبقى الاشارة موجب لان الربع تاني جا موجبة فيه. نفتكر دي الشبكة، كنا بنقول كل جبار ظالم جاتو ده هي تاخده. 180 ناقص سيتا هنا كده، ده مكانها، ده ربع تاني، يبقى الناتج بالموجب، وال180 ما بتغيرش الاسم، يبقى هتفضل جا سيتا زي ما هي. انما في التانية جا 90 ناقص سيتا، لا يا استاذ 90 ناقص سيتا انت في الربع الاول، يبقى كله بالموجب، جا جتا ظا اي حاجة هنا بالموجب، بس التسعين هتقوم مغيرة الاسم هتخليه جتا سيتا. وهكذا يا باشمهندسين في باقي الدوال المثلثية. اللي محتاجه برضو من الترم الأول المقلوبات. فاكر ان القاسيتا دي كانت بتساوي واحد على جتا سيتا، وفاكر ان القتا سيتا دي بتساوي واحد على جا سيتا، وفاكر ان الزتا سيتا دي بتساوي واحد على ظا سيتا، يعني واحدة فيها ت تيجي مع واحدة ما فيهاش ت، بحيث انك لو عملت وسطين في طرفين قاسيتا في جتا سيتا دي بتساوي واحد، قتا سيتا في جا سيتا بتساوي واحد، زتا سيتا في ظا سيتا دي بتساوي واحد. بعد كده يا باش مهندسين كنا خدنا دايرة الوحدة، من هنا هنبدأ نشوف درسنا النهاردة. دايرة الوحدة دي كانت دايرة مركزها نقطة الأصل وطول نص قطرها واحد، وكان أي نقطة عليها لو سميناها سين وصاد وصلناها بالمركز ده اسمه نص قطر، وكانت بتعمل مع محور السينات الموجب زاوية سيتا. ولو كنا نزلنا عمود قفلنا مثلث قائم، دي السينات للنقطة ودي الصادات. حبينا نطبق في صغرس بقى سين تربيع زائد صاد تربيع بتساوي واحد، ومن هنا هنبدأ نطلع أول متطابقة عندي. فاكر حضرتك إن السين دي كانت الجتا والصاد كانت الجا؟ أيوة، شيل السين وحط جتا، يبقى جتا للزاوية سيتا تربيع زائد الصاد مكانها جا، بس الصاد تربيع يبقى جا تربيع سيتا. شوف التربيع بتتحط فين؟ على الألف هنا مش على السيتا، بتساوي واحد. ودي أول متطابقة. طب إيه يا أستاذ أصلا الفرق ما بين المتطابقة والمتساوية؟ بص يا باش مهندس حضرتك دي اسمها متساوية لأن جا قيمتها بعدد، إنما المتطابقة تلاقي دالة مثلثية بتطابق دالة مثلثية تانية. يا أستاذ طب ما هنا بتساوي اهو، لا دول دالتين اتنين مثلثية، لو عديت واحد هيبقى دالة مثلثية بتساوي دالة مثلثية.
من هنا يا باشمهندس تقدر تستنتج لحضرتك من هنا قانونين اتنين، ايه هما؟ تقدر تجيب قيمة للجا، بس هات قيمة للجا كده، يبقى جا تربيع بتساوي واحد ناقص جتا تربيع، او كنت ممكن تجيب قيمة للجتا بتساوي واحد ناقص جا تربيع، مع ملحوظة او مراعاة او لازم تخلي بالك ان هما لنفس الزاوية. يعني لو سألتك سؤال قلت لك هو جا 25 تربيع زائد جتا 25 تربيع دي بكام؟ يا أستاذ جا تربيع زائد جتا تربيع طالما هما نفس الزاوية يبقى الناتج بواحد. حتى لو كان جا قال لك جا 7 س بتساوي واحد لأنه نفس الزاوية. المتطابقة اللي بعد كده بتقدر تستنتجها من القانون ده، تعال نشوف. كان معايا قانون بيقول إن جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا ده قيمته بواحد. لو أنا قسمت على جتا سيتا مثلا، جيت مسكت دي قسمتها على جتا تربيع سيتا على جتا تربيع سيتا على جتا تربيع سيتا، جتا تربيع جتا تربيع دي بتساوي واحد، يبقى هنا كده واحد زائد جا تربيع على جتا تربيع دي بظا تربيع سيتا، واحد على جتا دي بقا تربيع سيتا، ودي يا باشمهندس تاني متطابقة. يبقى دي كانت أول متطابقة معاك اللي هي الأساسية اللي بنطلع منها كل حاجة، ودي تاني متطابقة وتقدر تستنتج منها قوانين. يعني ممكن تقول له إن قا تربيع سيتا ناقص ظا تربيع سيتا بتساوي واحد لما عديت دي بإشارة مخالفة، أو كان ممكن تعدي القا وتجيب الظا مكانها، واحد ناقص قا تربيع سيتا بتساوي سالب ظا تربيع سيتا، وهكذا تقدر تشكل قوانين من عندك. المتطابقة الثالثة والأخيرة يا باشمهندسين ده استنتجها بناء عن إيه؟ نفس الكلام اللي فات، خد العلاقة الأصلية اللي هي جتا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا بتساوي واحد، بدل ما يقسم على جتا لا قسم على جا، يبقى أنا هقسم هنا على جا سيتا، طبعا تربيع. تعال نطلع الناتج، جتا تربيع على جا تربيع مش دي زطا، زائد جا تربيع على جا تربيع فهل واحد، واحد على جا تربيع دي بتساوي قتا تربيع سيتا، ودي المتطابقة الثالثة والأخيرة. لاحظ يا باشمهندس أو ثبت في دماغك إن كله نفس الزاوية سيتا. طيب هيبدأ بقى في تمارين الدرس، إيه اللي هيعمله؟ هتبص تلاقيه إدالك سؤال تصفيه هيظهر لك قانون من دول، بس في برضه ملحوظة خلي بالك منها، القوانين اللي معاك دي ما تقدرش تطبقها إلا لو كان الجا أو الجتا أو الظا موجود عليها أس 2. طب افرض يا أستاذ المسألة ما فيش فيها أس 2، جايالي جا وجتا وقا وقتا، بدل المسألة كلها خلها جا وجتا، مش فاهم. تمارين الدرس كلها يا باشمهندس حضرتك بتمسك السؤال تصفيه، وبعد ما تصفيه هتلاقي قانون من القوانين، تكتب قيمة القانون وهو ده يبقى الناتج. ولو صفيت المسألة وما لقيتش قانون شيل كل قا أو قتا أو زطا وحط قيمتها. تعال نشوف السؤال ده، واحد على جتا تربيع، واحد على جتا تربيع دي بإيه يا شباب؟ واحد على جتا ده دي بقا يا أستاذ، قا تربيع سيتا ناقص واحد على زطا ده دي بظا تربيع سيتا. فاكر القانون؟ القانون كان بيقول واحد زائد ظا تربيع بتساوي قا تربيع، فهو بدل دي هنا ودى دي الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى قا تربيع ناقص ظا تربيع ده دي بتساوي واحد من القوانين. السؤال التاني بيقول هات لي قيمة ده، لقينا يا أستاذ في زاوية منتسبة من الترم الأول، فقلنا له جا 90 زائد سيتا ده دي قيمتها بجتا سيتا،
جاي 90 ناقص ثيتا ربع أول، التسعين بتغير بايع 2 يعني 90 في ظا ثيتا. مفيش قانون يا أستاذ زهر. خلاص، يبقى أنت لو معاك قا تشيلها وتحط قيمتها أو قتها أو ظتها أو ظا. في هنا ظا يا أستاذ، بدلها وحط قيمتها. إذا كانت جا على جتا، كنسلنا جتا مع جتا، اتبقى جا في جا. جا في جا بإيه؟ بجا تربيع سيتا، ومش موجودة في الاختيارات، تلجأ للقوانين. فاكر القانون الأساسي؟ جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا قيمتها بتساوي 1. يبقى جا تربيع سيتا لوحدها بكام؟ هنعدي دي بإشارة مخالفة. جا تربيع سيتا بتساوي 1 ناقص جتا تربيع سيتا، يبقى قيمتها 1 ناقص جتا تربيع سيتا. نتدرب كمان قبل ما نروح لكتاب المعاصر ونحل منه. المسألتين دول هنتعامل معهم ازاي؟ الجا والجتا عليهم أس 2؟ أيوه عليهم أس 2. حضر بقى القانون اللي فيه جا وجتا. القانون اللي فيه جا وجتا يا أستاذ هو جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي 1. تقدر تجيب منه 1 ناقص جتا تربيع سيتا؟ ايوه، لو عديت دي بإشارة مخالفة. يبقى جا تربيع سيتا بواحد ناقص جتا تربيع سيتا. خلاص، بدل دول وحط قيمتهم، يبقى دول قيمتهم بجا تربيع سيتا على. تقدر تجيب من ده جا تربيع بيتا ناقص 1؟ ايوه يا استاذ. طب هاتوا بقى، هنعدي الواحد بإشارة مخالفة ونجيب الجتا مكانه، هيبقى جا تربيع سيتا ناقص 1 بتساوي سالب جتا تربيع سيتا. يبقى هنشيل ده ونحط جتا تربيع بيتا بالسالب، يبقى الناتج بسالب جا على جتا دي بظا تربيع بيتا، اللي هو الاختيار الأول. السؤال اللي بعده، ظا تربيع 50 ناقص قا تربيع 50، ده قانون يا أستاذ عشان عليهم أس 2. طب ايه القانون اللي فيه ظا وقا؟ القانون بيقول ان ظا تربيع سيتا زائد 1 بيساوي قا تربيع سيتا. الزاوية هنا بخمسين، تمام يا أستاذ. ما انا لو عديت دي بإشارة مخالفة هجيب ده مكانه، يبقى ظا تربيع 50 ناقص قا تربيع 50 بتساوي سالب 1. يبقى دول قيمتهم بسالب 1. أس 5، الأس فردي، هيفضل سالب زي ما هو، يبقى الناتج سالب 1. السؤال الأول ده بيقول أنت معاك مثلث، كانت الجا تربيع لزاوية زائد الجتا تربيع لزاوية تانية بيساوي 1. طب أنت جا تربيع زائد جتا تربيع تكون بواحد؟ لو كان يا أستاذ الزوايا متساوية، جا تربيع تساوي جتا تربيع لازم تكون نفس الزاوية، يبقى معنى كده دول قد بعض في القياس. طب ايه المثلث اللي فيه زاويتين قد بعض؟ المتساوي الساقين. السؤال اللي بعده، هنا يا أستاذ مفيش أس 2، يبقى مفيش قانون؟ أيوة، بدل كل حاجة وحط قيمتها، 1 على جتا سيتا القا، 1 على جتا ناقص جا سيتا في جا سيتا على جتا سيتا، بدلت الظا وحطيت قيمتها، كده المقام زي بعضه، ايه؟ جتا سيتا، بناخد مقام 1. تعال نجمع اللي فوق، 1 ناقص جا في جا بجا تربيع، مش 1 ناقص جا تربيع دي بجتا تربيع سيتا؟ قانون؟ ايوه يا استاذ. طب في حالة القسمة بنطرح الاسس، يبقى بجتا سيتا موجودة؟ ايوه موجودة. تعال نشوف تمارين كتاب المعاصر نحلها. همشي معاك يا باشمهندس، همسك السؤال أحل منه الأسئلة الفردية، يعني لو كان السؤال فيه 10 أسئلة هحل لك 1، 3، 5، 7، 9 وهكذا في باقي الأسئلة. عشان نكون متفقين يا شباب، هنمسك السؤال نحل منه الأعداد الفردية بس. السؤال الأول، أول نقطة فيه، أي من العلاقات الآتية تمثل متطابقة؟ اتفقنا إن المتطابقة دي أي قانون من الزوايا المنتسبة نقدر نقول متطابقة، اللي هو الاختيار جيم يا باشمهندسين، لأن ده يعتبر متطابقة، إنما دي معادلة لأنها بتساوي رقم.
النقطة التانية هسيبها لك النقطة التالتة. ده قانون ولا هنبدل الحاجة ونحط قيمتها؟ هنبدلهم ونحط قيمتهم. الظا إيه على إيه؟ الظا جا سيتا على جتا سيتا. طب بالنسبة للقتا، القتا يا أستاذ عبارة عن واحد على جا سيتا. طب ما تشيل جا سيتا مع جا سيتا، اتبقى واحد على جتا سيتا. واحد على جتا دي بإيه؟ ده دي بقا سيتا. موجود الاختيار؟ أيوة، يبقى الاختيار جيم هو الصحيح. أربعة هسيبها لك. خمسة، واحد ناقص واحد على قا تربيع 37. واحد على قا دي بإيه يا شباب؟ واحد على قا ده دي يا أستاذ بجتا، لأن دي ما فيهاش ت تيجي مع واحدة فيها ت. فاكر القانون ده؟ أيوة، ده أنا كان عندي قانون بيقول جا تربيع لزاوية زائد جتا تربيع لنفس الزاوية بتساوي واحد. لو أنا عديت دي بإشارة مخالفة هيبقى جا تربيع 37 بتساوي واحد ناقص جتا تربيع 37، يبقى دول نقدر نقول إن هما بجا تربيع 37 اللي هو الاختيار د. ستة هسيبها لك سبعة حلها. تعال نضرب 3 في سالب 2 بسالب 6 على جا سيتا في قتا سيتا جا سيتا في قتا سيتا. مش ده قانون من الترم الأول إن الجا في القتا بواحد؟ ليه يا أستاذ بواحد؟ لأن يا باشمهندس القتا عبارة عن واحد على جا، فدول راحوا مع بعض يبقى النتيجة بواحد. تمام، يبقى مسألتنا سالب 6 على الواحد، فالسالب 6 اللي هو الاختيار باء. السؤال 9، واحد زائد زتا الكل أس 2 ناقص 2 زتا سيتا دي بكام؟ قلنا له يا أستاذ لو حبينا نفك القانون، لأن هنا مفيش أس 2، أس 2 على القوس كله، كنا بنقول الأول تربيع والأخير تربيع موجب إشارة المنتصف، الأول في الثاني في 2، يبقى هنا 2 زتا سيتا ناقص 2 زتا سيتا. تاني أنا مسكت القوس ده فكيته، الأول تربيع الأخير تربيع الأول في الثاني في 2، هنا 2 زتا راحت مع سالب 2 زتا، اتبقى لي 1 زائد زتا تربيع. مش ده قانون؟ 1 زائد زتا تربيع ده دبقتا تربيع سيتا اللي هو الاختيار جيم. السؤال 10 هسيبهولك، السؤال 11 نحله. واحد ناقص جا تربيع، ها يلا يا باشمهندسين دي بإيه؟ ده دي بجتا تربيع سيتا، برافو عليك. على واحد ناقص جتا تربيع سيتا دي بإيه؟ دي بجا تربيع سيتا يا أستاذ، ممتاز. جتا تربيع على جا تربيع، جتا على جا يعني زتا تربيع سيتا اللي هو الاختيار ده. السؤال 13، جتا 90 ناقص سيتا، ده ربع أول مكانها، يبقى الناتج موجب، بس التسعين بتغير الاسم هتخليها جا سيتا. قا سيتا ناقص 90 يا أستاذ ده ربع رابع، والقات دي مقلوب الجتا في مكانها، يبقى الناتج بالموجب، بس القا هتبقى قتا سيتا. جا في قتا بكام؟ بواحد اللي هو الاختيار الأول. ليه؟ لأن القتا واحد على جا، الجا هتروح مع بعض. السؤال 15، واحد زائد زا تربيع يبقى فوق قا تربيع سيتا على قتا تربيع سيتا. طيب واحد على جتا تربيع سيتا دي قيمة القا، على القتا واحد على جا تربيع سيتا، نشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها، هيكون الناتج جا تربيع سيتا على جتا تربيع سيتا. قلبت دول يا شباب عشان هشيل دي واحط فيه، بقت جا تربيع على جتا تربيع اللي هي بزا تربيع سيتا اللي هو الاختيار ألف. السؤال 17، زا تربيع 50 ناقص قا تربيع 50، دي لسه حلينها يا أستاذ في التمارين، كان قيمتها بسالب واحد. السؤال 19، جا سيتا في قتا سيتا، جا في قتا بواحد، واحدة فاته مع واحدة ما فيهاش ت بواحد، زائد دي بواحد في اتنين باتنين، زائد
دول بواحد في تلاتة بتلاتة، يبقى تلاتة وتلاتة بستة، اللي هو الاختيار د. السؤال 21، إذا كانت قطة تربيع سيتا بتساوي 25 على 9، يبقى زطة تربيع سيتا بكام؟ أنت واخد بالك من الأس؟ الأس ده كام؟ الأس ده 2. طب لما يكون أس 2 مش في قانون؟ أيوه في قانون، بيقول إيه؟ القانون بيقول إن زطة تربيع سيتا زائد 1 بتساوي قطة تربيع سيتا. ممتاز. هو مديك قطة تربيع قال لك بخمسة وعشرين على تسعة وعايز الزطة، مش يبقى الزطة تربيع سيتا زائد 1 بتساوي 25 على 9؟ عد الواحد بإشارة مخالفة، يبقى زطة تربيع سيتا بتساوي 25 على 9، هنقص منهم 1، يبقى زطة تربيع سيتا بتساوي 16 على 9، اللي هو الاختيار ج. السؤال 23، إن كانت زطة سيتا بتلت، أظن هو عكس الكلام اللي فات، لأن أنا ممكن أقدر أجيب زطة تربيع سيتا هربع التلت، ده هيساوي 9، وقطة تربيع سيتا دي كانت بزطة تربيع سيتا زود عليها 1، يبقى 9 زائد 1، الواحد ده اللي هو 9 على 9، يبقى الناتج 10 على 9. تاني، زطة تربيع بتسع زائد 1، الواحد ده هو قمت حطه 9 على 9 عشان أخلي المقام زي بعض، خدت مقام 1 وجمعت اللي فوق، طلعوا ب10 على 9 اللي هو الاختيار ج. السؤال 25، إذا كان جا سيتا ناقص جتا سيتا بتساوي 4 على 5، يبقى جا سيتا جتا سيتا بكام؟ تعال ناخد السؤال ده بره ونحله. قلنا له يا أستاذ حضرتك لما يكون معايا جا ناقص جتا معادلة، يعني دي معادلة كده في يساوي، تقدر تربع الطرفين. لما ربعنا الطرفين تعال نفك التربيع، الأول تربيع الأخير تربيع موجب الشرط الوسطاني، 2 في الأول في الأخير تمام، بتساوي 16 على 25. جا تربيع زي جتا تربيع بكام؟ بواحد قانون، ناقص 2 جا سيتا في جتا سيتا بتساوي 16 على 25، عد دي بإشارة مخالفة وهدي مكانها، بقى 1 ناقص 16 على 25 بتساوي 2 جا سيتا جتا سيتا، الواحد ده نقدر نخليه 25 على 25 تبع المقام اللي موجود، ناقص 16 على 25 بتساوي 2 جا سيتا جتا سيتا، يبقى يا أستاذ جا سيتا في جتا سيتا هنا مضروبة في 2 بتساوي المقام 25، 25 ناقص 16 9، يبقى الجا في الجتا لوحدها لو حبيت أشيل الاتنين دي مش بقسم عليها تحت هنا، يبقى الجا سيتا في الجتا سيتا بتساوي 9 على 50 اللي هو الاختيار د. السؤال 29، إذا كان جا أس أ سيتا في قتا أس 6 سيتا بتساوي جا سيتا، أ بكام؟ أنت عارف يعني إيه قتا؟ لو عارفها المسألة خلصت. قتا دي يا أستاذ معناها 1 على جا، يبقى جا أس 6 سيتا، في حالة القسمة بنطرح يبقى الناتج جا أس أ ناقص 6 سيتا بتساوي جا سيتا، الأس هنا 1، الأساس نفس الأساس، يبقى الأس بيساوي الأس، أ ناقص 6 بواحد ومنها الألف بسبعة اللي هو الاختيار د. السؤال 31، تعال نحله بره، تعال نوحد المقامات. كنا بنوحدها ازاي؟ بنضرب اللي تحت في بعض، هتبقى جا س في 1 ناقص جتا س، هنضرب دول في بعض، 1 ناقص جتا س في 1 ناقص جتا س، يعني كأنه هو نفس القوس أس 2، وهنا جا في جا بجا تربيع، هنفك القوس، خلي بالك ده مش هو 1 ناقص جتا تربيع، لأ ده قوس أس 2، بتقول الأول تربيع والأخير تربيع موجب
شرط المنتصف الأول في الثاني في 2، 2 جتا س زائد جا تربيع س على جا س في 1 ناقص جتا س. تعال نجمع دول بكام يا باشمهندس؟ دول بواحد، 1 زائد 1 2 ناقص 2 جتا س على جا س في 1 ناقص جتا س. لو خدنا من هنا الاتنين مشترك مش اتبقى 1 ناقص جتا س على هنا جا س في 1 ناقص جتا س، دول زي بعض راحوا مع بعض، يبقى الناتج 2 على جا س. 2 على جا يعني 2 في 1 على جا يعني 2 في قتا س، يبقى الإجابة 2 قتا س، يبقى الاختيار ب هو الاختيار الصحيح. إذا كانت سيتا وألفا زاويتان حادتان وكانت سيتا زائد ألفا بتسعين، فإن جا تربيع سيتا زائد جا تربيع ألفا بكام؟ قلنا له يا أستاذ حضرتك قلت الزاويتين بإيه؟ بتسعين، يبقى السيتا ممكن تكون بتسعين ناقص ألفا أو العكس، فأنا هبدل السيتا وأحط تسعين ناقص ألفا، يبقى جا تربيع تسعين ناقص ألفا زائد جا تربيع ألفا بتساوي جا تسعين ناقص زاوية، ده ديب جا الزاوية، يبقى جا تربيع ألفا زائد جا تربيع ألفا، ده دي بتساوي واحد، لأن ده قانون يا أستاذ اللي هو الاختيار ب. آخر سؤال معانا السؤال 35، بيقول زا سيتا بتساوي 4، فإن قيمة ده بكام؟ جا تربيع سيتا زائد جا تربيع سيتا على جا تربيع سيتا ناقص جا تربيع سيتا، قلنا له جا تربيع زائد جا تربيع بواحد، ودي يا أستاذ جا تربيع سيتا ناقص جا تربيع سيتا. لو أنا مسكت السؤال ده قسمت البسط والمقام مثلا على جا سيتا، إيه اللي حصل؟ بقى هنا واحد على جا تربيع سيتا على همسك ده اقسمها على جتا، جا تربيع على جتا تربيع، فهزا تربيع سيتا ناقص جتا على جتا فها الواحد بتساوي، هنشيل الزا ونحط قيمتها، الزا باربعة قس اتنين بستاشر ناقص واحد كده المقام خمستاشر، واحد على جتا ده دي بقى تربيع سيتا، طب ما قا لها قانون، القا قانونها بايه؟ ده دي يا استاذ بزا تربيع سيتا زائد واحد، طب الزب كام؟ باربعة أس اتنين ستاشر زائد واحد بسبعتاشر على خمستاشر اللي هو الاختيار ألف. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.